كما كتلاحظوا معنا الاشغال الغاديه بواحد الوتيره مهمه على من اجل استكمال التهيئه ديال المركب الرياضي لمدينه فاس من اجل احتضان المنافسات كاس امم افريقيا 2025 اللي غتكون في المغرب الحبيب. وبعد ذلك غادي تكون المرحله الثانيه اللي هي الاشغال اللي غادي تهم يعني الملعب من اجل تنظيم كاس العالم 2030. كما قلت كاينين جوج المراحل، المرحله الاولى اللي هي 2025 والمرحله الثانيه اللي هي 2030. وكما شفتوا معنا كاين اشغال كتهم الجهه الخارجيه ديال المركب وكاين اشغال اللي كتهم الجهه الداخليه، وكل ما يخص الاشغال البناء والاعمال اللي كما شفتوا غاديين بواحد الطريقه كبيره باش نكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الموعد لهذا الملتقى الرياضي الكبير اللي غادي تحتضنه بلادنا ان شاء الله. شكرا.